أهلا بكم مشاهدينا، ننتقل وياكم إلى العاصمة العراقية بغداد ووصول الطائرة التي تقل وتحمل على متنها البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى بلاد الرافدين. زيارة تعتبر وتم وصفها بأنها زيارة تاريخية بكل المقاييس لما تحمله من كثير من الرسائل، وطبعا هي زيارة أولى له في ظل طبعا الإجراءات، إجراءات الحجر الصحي وإجراءات فيروس كورونا. شهدت طبعا العاصمة العراقية وتشهد تدابير أمنية مشددة لهذه الزيارة التي توصف بالتاريخية. وطبعا أجرى العراق تحضيرات كانت على قدم وساق في جميع شوارع بغداد الرئيسة حتى وصولا إلى النجف ومرورا بمدينة أورا الجنوبية وأيضا هناك البلدات المسيحية شمالا. طبعا الزيارة تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام، وكما تشاهدون مشاهدينا حطت الطائرة التي تقل على متنها البابا فرانسيس مطار بغداد. كما ذكرنا ستستمر هذه الزيارة إلى 3 أيام في ظل تدابير أمنية مشددة في هذا البلد الذي يشهد نزاعات منذ عقود طويلة. طبعا يتم الحديث بأن هذه الزيارة تحمل رسائل تضامن إلى أكثر المجموعات المسيحية أيضا تجذرا في التاريخ وفي المنطقة، وكما عانت في هذه المنطقة خاصة في السنوات الأخيرة. طبعا كما ذكرنا تتزامن هذه الزيارة غير المسبوقة إلى العراق مع ارتفاع أيضا أعداد الإصابات بفيروس كورونا. تم تسجيل السبت 5000 حالة في يوم واحد، وهو ما اعتبره البعض رقم قياسي. ورغم ذلك أكد البابا على هذه الزيارة. نشاهد طبعا هذه الطائرة التي وصلت الآن إلى مطار بغداد في أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية للعراق. طبعا البابا في أعلن في وقت سابق في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، وزعها الفاتيكان عشية الزيارة. ونذهب إلى مراسلنا ضياء الناصر المتواجد في المنطقة الخضراء. ضياء أهلا بك، يعني في هذه اللحظات نشاهد وصول الطائرة التي تحمل على متنها البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى بلاد الرافدين. الأجواء والأوضاع لديك كيف هي؟ نعم، الجزء الأول من الاستقبال سيتم، هناك استقبال في مطار بغداد الدولي بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ربما تتصدرهم وزيرة الهجرة المسيحية بعنوانها المسيحي، ستكون واقفة إلى جنب رئيس الوزراء. بعد ذلك ينتقلون الوفد، وفد رئاسة الوزراء وأيضا وفد البابوي، يتوجهون إلى قصر بغداد في المنطقة الخضراء. هذا القصر الذي يعني كما مشاهد من خلفي، حيث الاستقبال الرسمي سيكون بانتظاره رئيس الجمهورية إلى جانب أكثر من أو حوالي 300 شخصية سياسية اجتماعية فنية إعلامية ومن مختلف الأطياف والأعراق وحتى التوجهات السياسية والعرقية والمذهبية. سيكون هنا احتفال مهيب لاستقبال قداسة البابا، وأيضا سيكون هناك في داخل هذا القصر معرض مختصر أو رمزي لأهم الآثار البابلية والسومرية القديمة، سيتم جلبها من المتحف الوطني وتوضع أمام قداسة البابا لشرح أواصر أو التداخل
بين الكنيسة أو الأديان المسيحية والإسلامية في بلاد الرافدين. حرص رئيس الجمهورية على إقامة احتفالية رمزية ربما يعني بحسب أكثر المتابعين والمحللين بأنها الأكثر أهمية والأكثر استعدادا منذ عام 2003. قداسة البابا الحالي والسابق لم يستجيبوا لأي طلبات سابقة باستثناء هذه الدعوة الأخيرة التي تم توجيهها إليهم أو إليه في عام 2019، بداية عام 2019، والترتيبات أخذت عدة أشهر، وربما الكلمة الأخيرة كانت قبل 3 أشهر عندما أعطى وعدا بزيارة العراق، وأيضا قبل ليلتين عندما يعني في كلمة متلفزة إلى الشعب العراقي قال لن أخذلكم، وأشار إلى استحالة أو تعذر زيارة البابا قبل حوالي 22 عاما في عام 1999، وحينها قيل أن التأجيل كان لأسباب سياسية أو ضغوطات سياسية وعدم توفر مناخ سياسي وأمني مناسب. طبعا الوضع الأمني ليس مثاليا، ولكن وخصوصا ما حصل قبل يومين واستهداف معسكرات تابعة للقوات الأمريكية والتوتر الحاصل وما سمي بإسقاط الهدنة بعدها، أعلنت عدة كتائب وخصوصا سرايا الدم أو أولياء الدم كما يطلقون على أنفسهم والذين عادة يتبنون استهداف القوات الأمريكية، أعلنوا عن تعليق استهداف هذه القوات وتعليق هجماتهم الصاروخية باتجاه المصالح أو المعسكرات الأمريكية احتراما لزيارة الضيف، وكما أشار في البيان بأنهم لا يستهدفون الضيوف، بالإشارة إلى استهداف الجنرال قاسم سليماني في بداية عام 2020 من قبل القوات الأمريكية. ضياء، ريثما ننتظر طبعا أن تفتح الطائرة أبوابها ونزول البابا فرانسيس إلى أرض مطار بغداد. نذكر بأن مراسم الاستقبال ستكون في مطار بغداد الدولي وفي قصر بغداد بحضور الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب أيضا محمد الحلبوسي. وأيضا لو نذكر ضياء بجدول هذه الزيارة. نعم، جدول الزيارة كما ذكرت في النشرة السابقة سيكون اليوم هو سيكون يوم بغدادي من المطار باتجاه قصر بغداد في وسط المنطقة الخضراء والذي تم افتتاحه العام الماضي بعد أن استهدفته القوات الأمريكية عام 2003 والذي ألحق ضررا كبيرا بهذا القصر كما نشاهد من خلفي، وربما الكثير من المشاهدين يتذكرون ألسنة اللهب والنيران عندما كانت تتصاعد من الشبابيك العلوية. بعد الانتهاء من قصر بغداد والاستقبال الرسمي واللقاء بمعظم الفاعليات السياسية والشعبية والدينية ينتهي في حوالي الساعة 4:30، بعدها ينتقل إلى أكثر من كنيسة. أهم هذه الكنائس هي كنيسة سيدة النجاة الواقعة في الكرادة الشرقية وسط بغداد، وسيقام هناك قداس بحضور المسيحيين وعدد محدود من الإعلاميين، خصوصا الوفد الإعلامي الكبير الذي واكب زيارة البابا والذي جاء مع يعني بالتزامن مع زيارة البابا. هناك حوالي 450 صحفي يغطي هذه الزيارة المهمة والتاريخية. اليوم الأول سينتهي بهذا الشكل. غدا هناك محطتين أساسيتين وهي ربما كل الأنظار متجهة إليهما. المحطة الأولى ستكون صباح غد في مدينة النجف ولقاء واحد مع ضياء. عذرا على هذه المقاطعة مشاهدينا، طبعا ينزل الآن البابا فرانسيس من الطائرة التي أقلعت به من روما، وكما ذكرنا طبعا هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية وهي الزيارة الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى بلاد الرافدين، وأيضا هي الزيارة الأولى لطبعا بابا الفاتيكان خلال جائحة كورونا ومنذ انتشار هذه الجائحة. وكما ذكرنا مشاهدينا بأنه طبعا تم توجيه رسائل مصورة
إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان عشية هذه الزيارة التي ستستمر لثلاثة أيام، وقال بأنه أخيرا سوف أكون بينكم وأطوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل. طبعا ننتظر مشاهدينا كما تتابعون معنا في هذه الصور التي تأتينا مباشرة من مطار بغداد الدولي، حيث سينزل بابا الفاتيكان من الطائرة التي أقلته من روما. أيضا عشية الزيارة وجه البابا فرانسيس رسالة للعراقيين، قال فيها: إني أتيتكم حاجا تائبا لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والأرهاب. وكما تتابعون مشاهدين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتجه إلى طبعا الطائرة لاستقبال البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولي. الآن مشاهدينا ينزل البابا فرانسيس من الطائرة إلى مطار بغداد الدولي في زيارة هي الأولى له. إذن مشاهدينا كما تتابعون هذه الصور للزيارة الأولى لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية، بعدما استقبله طبعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وهذا الاستقبال الحافل في أرض مطار بغداد بعدما تسلم الورود من قبل طبعا الأطفال. تجري الآن استعدادات طبعا الاستقبال كما تتابعون في هذه الصور. إذن نذكر مشاهدينا بأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس، الذي وصل عبر طائرة من روما، وصلت الآن إلى مطار بغداد الدولي، وهذه هي الزيارة الأولى. وكما نتابع بأن مراسم الاستقبال للبابا فرانسيس ستجري أيضا في مطار بغداد الدولي وفي قصر بغداد، بحضور كما ذكرنا أيضا الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. كما ذكرنا مشاهدينا بأن السلطات العراقية كثفت الإجراءات الأمنية في بغداد استعدادا لهذه الزيارة، زيارة البابا فرانسيس للبلاد. قد أقامت قوات مكافحة الإرهاب نقاط تفتيش في شوارع بغداد الرئيسة مع فرض الحكومة العراقية حظر التجول، كما أغلقت السلطات بعض شوارع بغداد، بينما تقوم فرق من القوات الخاصة بتمشيط المدينة. نعود إلى مراسلنا طبعا ضياء الناصري. ضياء. نعم، كنت أتحدث عن جدول الزيارة اليوم، عندما يعني سيكون كما ذكرت يوم بغدادي، كل الإجراءات الاستقبال وأيضا القداس الذي سيقام في كنيسة سيدة النجاة ينتهي بانتهاء هذا اليوم. غدا الجزء الأهم في الزيارة، وهو اللقاء المرتقب بين
قداسة البابا والمرجع الديني الأعلى سيد علي السيستاني في مدينة النجف. سيكون هناك جدول واحد أو فقرة واحدة في جدول زيارة النجف، هو سيذهب البابا إلى منزل السيد علي السيستاني وإلى غرفته التي عادة ما يلتقي فيها، وطبعا بدون إعلام إلا الوسيلة الإعلامية الوحيدة التابعة إلى مكتب المرجع السيستاني. بعد ذلك ينتقل قداسة البابا إلى مدينة أور ومدينة الناصرية التي تبعد 350 كيلومترا عن النجف جنوبا، وسيقام هناك قداس أيضا في بيت نبي الله إبراهيم، وأيضا بالقرب من المعلم التاريخي الشهير المسمى والمعروف بالزقورة، وستكون هناك احتفالية وتراتيل وأيضا صلوات في هذه المدينة. بحسب الأعراف المسيحية أن الحج الكاثوليكي المسيحي يعتمد على هذه النقطة بالذات، لأنها زيارة حج إلى منزل نبي الله إبراهيم. هكذا يكون جدول اليوم الثاني، فقرتين النجف وذي قار. في جدوله في اليوم الثالث هناك أيضا فقرتين في الكنائس في منطقة عين كاوة شمال أو عفوا جنوب مدينة أربيل والمعروفة ذات الأغلبية المسيحية، وبعدها ينتقل إلى مدينة الموصل وقرقاش وأيضا الكنائس والمسيحيين المتواجدين أو المتبقين، خصوصا بعد المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية عام 2014 عند احتلالها لمدينة الموصل. جزء أساسي ومعنوي في هذه الزيارة هو إعطاء المعنويات و يعني محاولة تثبيت أو ثبات المسيحيين وتثبيتهم في منازلهم وقراهم، ومحاولة إعطائهم دفع معنوي خصوصا لما تعرضوا إليه من عمليات إبادة وملاحقة وما إلى ذلك، خصوصا في الفترة المنصرمة ما بعد 2003. الأيام الثلاثة ستنتهي بهذا الجدول، بعدها يغادر بابا الفاتيكان. بينها طبعا هناك الكثير من يعني المواقف، ربما الكلمات، الهدايا. كما علمت هناك عدد كبير من الهدايا أعدت من قبل المستقبلين وأيضا الضيوف ستقدم إلى قداسة البابا، وكل هدية ربما فيها رمزية معينة تشير إلى الحضارات السابقة وأيضا التعايش المسيحي الإسلامي في العراق الذي ربما مر عليه آلاف السنوات أو آلاف السنين. هذه الزيارة ينظر لها العراقيون أنها الأهم بين كل الزيارات التي حصلت ما بعد عام 2003. كما أسلفنا كان قداسة البابا السابق قد وعد بزيارة العراق عام 99 ومر على هذا الوعد حوالي 22 عاما، وهناك عدة دعوات تم توجيهها إلى فرانسيس الثاني ولكن بالنتيجة تكللت بهذه الدعوة والاستجابة لهذه الدعوة. طبعا سنكون معك في للمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة من بغداد ضياء الناصري مراسلنا، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا مشاهدينا خالد عبد الإله باحث سياسي من بغداد. سيد خالد أهلا بك، نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من مطار بغداد واستقبال طبعا البابا فرانسيس، وهي الزيارة الأولى التي وصفت له بالتاريخية. لماذا وصفت بالتاريخية وأهمية هذه الزيارة برأيك؟ سيد خالد هل تسمعني؟ ريثما نحاول الاتصال من جديد بطبعا خالد عبد الإله باحث سياسي معنا من بغداد. إذا نذكر مشاهدينا بأن هذه الصور الأولى التي تأتينا من مطار بغداد الدولي واستقبال للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وهذه الزيارة الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى بلاد الرافدين. كما ذكرنا هناك طبعا في ظل إجراءات الحجر الصحي وإجراءات فيروس كورونا، كان هناك أيضا تدابير أمنية مشددة لهذه الزيارة في شوارع بغداد.
وطبعا كما ذكرنا هذه الزيارة ستستمر لثلاثة أيام. استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولي كما تتابعون في هذه الصور. ينضم إلينا باسل الكاظمي وهو باحث سياسي معنا من بغداد. سيد باسل أهلا بك معنا. إذا كنا نسأل عن هذه الزيارة التي توصف بالتاريخية وأهمية هذه الزيارة إلى بلاد الرافدين لرأس الكنيسة الكاثوليكية ولأول مرة. تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. كما نقول حللت أهلا ونزلت سهلا في العراق ونقلت رسالة السلام والاطمئنان والمحبة بين جميع الأديان. فهذه الزيارة تعتبر زيارة تاريخية لكون العراق اليوم بأحوج الظروف إلى نقل رسالة الاطمئنان. فالآن قداسة البابا عندما زار بغداد وحل بأرض العراق هذا من خلاله يعتبر نقل رسالة اطمئنان إلى الكثير من الأديان لكون ما تعرضت إليه الأديان والأقليات وكل هذه المسميات في داخل العراق والتهجير وهذه المسميات جعلهم بأنهم يرفضون العودة إلى العراق ويعتبرون العراق بأنه البلد ليس بلد اطمئنان، ليس بلد بان هنالك تحل به السلام والامان والى اخره، وهنالك ميليشيات وهنالك سلاح والى اخره. اما زياره البابا هي الان تعتبر تاريخيه لكون قد قدم الى العراق مساله ايجابيه وهي بان من داخل العراق يقول كلمته بان على جميع الاديان في العالم ان تحج الى العراق لكون العراق الان يعتبر حمامه السلام، لكون العراق يعتبر الباقه الورد الذي تضم كل الاديان وكل الطوائف وكل هذه المسميات. فسيدي العزيز هذه الزياره بعدما بانه انتظرناها سنوات طويله قد حلت بالعراق، ومن خلال هذه الزياره واثبات حسن النوايا الوقت الذي سوف يكون هنالك جولات في داخل العراق هي ثلاثه ايام، فهذه الثلاثه ايام لم نراها في اي بلد من هذه البلدان. طيب سيد باسل يعني نتحدث عن هذا الدعم المعنوي ايضا اول مره يبدا يعني نعم. كما ذكرنا بابا الفاتيكان هو ليس شخصيه اعتباريه فقط، هو ايضا نعم. رئيس دوله. يعني كل هذه الرسائل التي يتم توجيهها الان برايك كيف ممكن ان تقابل في الأيام المقبلة وعلى أيضا مستقبل العراق ككل؟ العراق بأنه عدنا إلى مستقبل العراق، فالعراق الذي أتت إليه الآن فرصة تاريخية وفرصة مثالية، فعلى صاحب القرار في داخل العراق أن يستثمر هذه الفرصة وأن ينقل كذلك هو رسالة إيجابية بأن نحن الآن سياستنا ومنهاجنا قد تغير كما على ما كان عليه في السابق. هذا من جانب. جانب الآخر بأن هذه الزيارة ليس زيارة بأنه تأخذ بجانب سياسي أو محمل سياسي، هذه رسالة أو هذه الزيارة زيارة رسالة اطمئنان ورسالة السلام. فعندما الآن سوف يتوجه إلى محافظة النجف الأشرف ويلتقي بأكبر شخصية من الطائفة الشيعية وهو سماحة السيد علي السيستاني، فهذه تعتبر نقطة تاريخية لم تحدث في تاريخ العراق بأن البابا الكبير يلتقي مع زعيم الطائفة الشيعية في العراق وفي محافظة النجف الأشرف الذي هي تعتبر مركز التشيع في العراق وفي العالم. هذا من جانب. الجانب الآخر نعم. من خلال هذه الزيارة تعتبر نقل رسالة كذلك، أنا من رأيي الشخصي، إلى أي دولة تريد أن تكون هنالك تدخلات في العراق أو تريد أن تهيمن بالجانب الديني أو بجانب بأنه عدم توفير السلام وهذه المسميات نعم. بأن الآن الجانب المسيحي والجانب وضحت. المسلم يجلسون تحت سقف واحد وهدفنا نعم. الأساسي بأن السلام فوق جميع المسميات. وضحت هذه الفكرة. باسل الكاظمي باحث سياسي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.